السلام عليكم يا شباب، انا دكتور محمد الغبوشي، وان شاء الله هنشتغل مع بعض البراكتيكال سيشن الخامسه في كورس الامبيدد سيستم الخاص بكورس الكمبيوتر اورجانيزيشن. احنا في السيشن بتاعت النهارده ان شاء الله هنطبق ونشتغل على ايه؟ على الجامبس الاول اللي هو الجامب انستراكشنز، وثم بعد كده نستخدم الكلام ده في مين؟ في اللوبس، ونشوف اللوبس نستخدمها ازاي. طيب تعالوا نفتكر كده احنا قلنا ايه في المحاضرة، وبعدين بعد كده نبتدي نطبق بايدينا على الكايل تول. احنا قلنا في المحاضرة ان انا عندي الجامبس، في عندي نوعين من الجامبس، الاول كونديشنال جامب وان كونديشنال جامب، يعني الجامب بتاعي ده مشروط ولا غير مشروط. الغير مشروط اللي هو الان كونديشنال جامب، اللي هو ايه؟ اللونج جامب والشورت جامب. اللونج جامب اتفقنا ان هو 3 بايت انستراكشن، يعني ايه؟ يعني الانستراكشن ده بيتنفذ في 3 بايتس. لما باجي احوله من اسمبلي لماشين لانجويج بيتحول بياخد 3 بايتس. يعني لما اروح اعمل فيتش بروح اجيب الكود بتاعه او بجيب الانستراكشن ده في 3 بايتس. البايت الاولاني بيبقى الاوب كود، والتو بايتس التانيين اللي هو السكند والثيرد بايتس دول بيمثلوا لي مين؟ الادرس. يبقى انا عندي كام بيت للادرس؟ 16 بيت ادرس. يبقى انا عندي يقدر يجمب، اللونج جامب ده يقدر يجمب لحد فين؟ لحد 64 كيلو بايت ادرس سبيس، يقدر يجمب من ادرس 04 صفار لادرس 4 افات بالهكس طبعا. طيب الشورت جامب، الشورت جامب هو 2 بايت انستراكشن. يعني ايه 2 بايت انستراكشن؟ يبقى زي ما اتفقنا هو الانستراكشن ده بيتنفذ في 2 بايتس. ال 2 بايتس دول اول بايت منه بيعتبر الاوب كود، وتاني بايت ده بيمثل مين؟ بيمثل الادرس، انهي ادرس؟ التارجت ادرس اللي هو هاي جامب لي. تمام كده؟ تمام. يبقى انا دلوقتي اقدر اجامب اللي هو الماكسيمم ادرس بتاعي كام؟ اف اف. يبقى انا اقدر اجامب من 00 هيكس لحد اف اف ايه؟ هيكس. يبقى انا دلوقتي ده كده اللي هو كان مين؟ الان كونديشنال جامب. طيب الكونديشنال جامب بقى ان انا في عندي كونديشن على الجامب، يعني مثلا جامب اف نو كاري، يعني لو الكاري ده الكاري فلاج بزيرو اعمل ايه؟ اعمل جامب. طب جامب اف زيرو، يبقى انا دلوقتي لو الاكيوميليتور بتاعي ده بزيرو، القيمه اللي موجوده في الاكيوميليتور بزيرو جامب. ديكريمنت وجامب اف نوت زيرو، يبقى انت هتشوف الريجستر اللي عندك او الاكيوميليتور على حسب اللي مذكور عندك في الامر نفسه، هتشوف محتوياته لو لا تساوي الزيرو جامب. يبقى لو تساوي زيرو هيحصل ايه؟ هيكسر. يبقى انا الكونديشنال ان انا عندي لو عندي الجامب ده في كونديشن معين، يبقى انا ده اسمه ايه؟ كونديشنال جامب، بالاضافه الى ايه؟ الى الشورت جامب. يبقى انا هنا الفيرست بايت ده اللي هو مين؟ هيبقى الاوب كود. السكند بايت يمثل مين؟ هيمثل الايه؟ الادرس اللي انا هجامب ليه. بس في حته هنا في الشورت جامب، الشورت جامب في حته في حساب الادرس. يعني ايه؟ يعني انا هنا لما اجي بحط اقول جامب زيرو مثلا، او ده ايه؟ من الشورت جامب او الكونديشنال جامب، باجي اعمل ايه؟ بحط الاوب كود بتاع مين؟ بتاع الجامب اللي هو 60. واجي بعد كده الادرس ده انا عايز اعمل ايه؟ جامب للليبل اللي اسمه نيكست. فين نيكست؟ اهو نيكست. النيكست ده موجود في انهي سطر؟ موجود البروجرام كاونتر، عشان يروح يعمل فيتش ويجيب الانستراكشن ده، فهيروح على الادرس ده اللي هو 3.09. طب ال 3.09 ده بوصل له ازاي؟ بياخد الادرس اللي موجود ورا الاوب كود، يعني اللي بعد الاوب كود، واجمعه على الادرس الموجود في البروجرام كاونتر بتاع الانستراكشن اللي بعد الجامب على طول. يبقى يعني ناخد بالنا في فرق ما بين كل الانستراكشنز وما بين
الايه الشورت جامب ادرس او الجامب ادرس. كونديشنال جامب او الشورت جامب ادريسيز بحسبه ازاي؟ نحسب الادرس بتاعه ازاي؟ انا عندي دلوقتي هنا ده الاوب كود، الادرس ده زائد الادرس ده يساوي الادرس اللي انا هروح له. يبقى خد بالي من القصه دي، الادرس بتاع الانستراكشن اللي بعد الشورت جامب زائد الادرس اللي موجود بعد الاوب كود بتاع الجامب انستراكشن، لما اجمعهم على بعض يديني الادرس النهائي اللي انا هعمل له جامب. لحد كده فهمنا القصه ماشيه ازاي؟ طيب تعالوا نشوف بقى مين التمرين بتاعنا ونشتغل. التمرين بتاعنا ده كله هو ملوش هدف معين غير ان انا اعلمك واوريك انا بعمل جامب ازاي. طيب قبل ما اعمل الكلام ده كله، يعني هعمل اول ايه؟ زي ما اتفقنا ترانسليت اهو، زيرو ايرورز زيرو وورنينجز، يبقى هو شايك على البرنامج كله الحمد لله ما فيش لا ايرورز ولا وورنينج. هبتدي اعمل بيلد زيرو ايرورز زيرو ايرورز زيرو وورنينجز، هبتدي اعمل ايه؟ اعمل ستارت ديبج. طيب عشان نفهم الموضوع اكتر، انا قبل ما اتنقل للكلام ده كله هروح جاي رايح على الفايل بتاعي الفولدر اللي فيه اوبجكت، واروح على ليستنج واجي افتح الليست فايل بتاع الفايل اللي انا شغال عليه او البروجرام اللي انا شغال عليه اهو، اديشن اندر سكور بروسيس دوت ليست، واجي ابص هنا. تعال نبص كده، انا عندي هنا ايه؟ جامب زيرو نيكست، عندي ده موجود في ادرس 3 0 4. وناخد بالنا من حاجه، جامب زيرو ده ايه؟ ده كونديشنال جامب، يعني شورت جامب، يعني بيتنفس في ايه؟ في 2 بايتس. يبقى انا دلوقتي ده هيتنفذ في الادرس بتاعه 4 و5، يبقى 3 0 4 و3 0 5. يبقى ده هيبقى متسايب في البروجرام بتاعي او في الروم بتاعي لما اعمله اوب كود، هيبقى 60 متسايب في 3 0 4 و0 3 متسايب في 3 0 5. طيب الادرس بتاع الانستراكشن اللي بعده اللي هو انكريمنت هيبقى 3 0 6، وده يثبت لك ان انا ايه؟ ان انا فعلا الامر ده يعتبر 2 بايتس، يبقى من ايه؟ هيتنفذ او هيكسكيوتد او هيتخزن في الروم في 2 بايتس. يبقى 2 بايتس ايه؟ انستراكشن. طيب انا عايز اجامب لنكست، هحسبها ازاي؟ هاخد الادرس ده اللي هو البايت اللي بعد الاوب كود اللي هو 0 3 واجمعه على الادرس اللي موجود في البروجرام كاونتر بتاع الايه؟ الانستراكشن اللي بعد الجامب على طول، اللي هو كام؟ 3 0 6. دول لما اجمعهم مع بعض يديني كام؟ 3 0 9. يبقى الادرس اللي انا هجامب دي 3 0 9 اهو، 3 0 9 اهو، ده الليبل نيكست اللي هو جامب اف 0 نيكست، يبقى هيجامب لمين؟ للنيكست اللي هو موجود في ادرس كام؟ 3 0 9. نفس الفكره، انا عندي هنا امر تاني اللي هو ايه؟ كونديشنال جامب، جامب اف نو كاري هيجامب اوفر. ده هنا الادرس اللي كان موجود في الانستراكشن ده اللي هو بعد الاوب كود بتاعه كان كام؟ 0 5. الانستراكشن ده موجود بعد كده في كام؟ الانستراكشن اللي بعده اللي هو كلير ايه ده؟ الادرس بتاعه اللي موجود في بروجرام كاونتر كان كام؟ 3 0. دي الدي ده بالنسبه لنا اللي هو رقم كام؟ ايه 10 بي 11 سي 12 دي 13 اي بي سي دي. يبقى ده دي ده كام؟ 13. يبقى 13 زائد 5 هيديني كام؟ 18. يبقى حصل كاري تمام، يبقى 1 ونطرح 16 من ال 18 بيتفضل 2، يبقى انا هجمب لادرس كام؟ 12 هكس. يبقى 0 12 هكس، تعال نشوف كده، انا هجمب الاوفر اهو 0 12 هكس اهو، نفس السطر بتاع مين؟ بتاع الاوفر. يبقى انا دلوقتي عرفت انا بكالكوليت او بحسب الادرس اللي انا هعمل له جامب في الشورت جامب او الكونديشنال جامب ازاي. تمام كده؟ تعالى كده في امر تاني، في امر تاني اللي هو جامب اف نو كاري واجين.
تعالى نبص هنا نشوف الدنيا ماشيه ازاي. انا عندي الادرس اللي بعد الاوب كود بتاع الجامب اللي هو F2، طيب والادرس اللي بعد منه كام؟ 0 15. تعالى نجمع 2 و5 7 اف و 1، يبقى كده حصل ايه؟ كاري. هضرب الكاري يبقى اللي فاضل عندي كام؟ 0. يبقى انا كده هجمب لورا يبقى 3 اصفار 7، يبقى انا كده هجمب لمين؟ اهو جمب اجين. تعال نشوف اجين اهي 3 اصفار 7. طيب تعالوا بقى نشوف ان احنا هنجرب البرنامج ده ازاي ونشتغله ازاي على الكايل 2. طيب احنا دلوقتي البروجرام بتاعنا اهو بيقول لك ايه؟ اوريجن او اورج 4 اصفار، اللي هو ده بدايه البروجرام بتاعي هيبقى متسيد في الادرس ده، وبعد كده موف في الار نوت 0، ثم بعد كده موف في الاي 55 هكس، ثم بعد كده جامب اف 0 نيكست. هشيك على مين؟ على الاي، هل بزيرو ولا لا؟ الاي هنا بزيرو؟ لا الاي مش بزيرو، يعني الاي هنا كان ب 55. المهم هو بيقول لك لو بزيرو جامب لمين؟ لنيكست. بعد كده انكريمنت الار نود، بعد كده اجين انكريمنت الاي، ثم انكريمنت الاي تاني، ثم بعد كده اد الاي ورقم عندك ده اللي هو 77 هكس، ثم جامب اف نوت اف نو كاري ليه؟ لاوفر. تمام. طيب لو ما فيش، لو في كاري اعمل كلير للاي وحط الاي في الار نوت، موف ار نوت واي، يبقى معنى كده ان الار نوت كمان هيبقى بايه؟ بقى بزيرو. ما هو كلير زيرو معناه ان هو صفر الايه؟ الاكيوميتور، يبقى الاكيوميتور بزيرو. وبعد كده حط الاي اللي هو بصفر ده حطه في الار نوت، يبقى معنى كده صفر الار نوت. بعد كده موف ار واحد واي، يبقى صفر الار واحد. موف ار اتنين واي، يبقى صفر الار اتنين. موف ار تلاته واي، يبقى صفر قيمه الار تلاته. ثم بعد كده اد اي وار تلاته، ما كلهم اصفار اصلا. ثم بعد كده جامب اف نو كاري لاجين، ارجع لاجين تاني واعمل انكريمنت للاي مره، ثم انكريمنت للاي تاني، ثم بعد كده اد الاي والرقم ده، ولو ما فيش كاري جامب المين لاوفر واجمع تاني، وهكذا وهكذا. يبقى انت طول ما انت القيمه بتاعت ان ما فيش كاري من ناتج من عمليه الجمع، ايه بيجامب لاوفر وبيجمع ويشيك على الايه؟ على الكاري، وهكذا وهكذا. وبعدين في الاخر دي كده اللي هو هير، وشورت جامب هير دي معناها يقعد يلف في مين؟ في اللوب دي. اللوب دي وظيفتها ان انا عندي البروسيسور زي ما اتفقنا ما ينفعش يفضل ايديال، فمعنى ان انا دلوقتي بعمل اللوب دي ان هو طول ما انت شورت جامب لهير افضل لف في نفس السطر ده، معناه اللي هو ايه؟ انا بشغل البروسيسور طول ما انا ما بعملش اي حاجه مهمه، او بعمل مجرد ايه؟ مجرد ديلي. طب تعالوا ننفذ ونشوف. انا ما يهمنيش البرنامج بيعمل ايه، انا اللي يهمني ان انا اشوف بعينيا الجامب بيتنفذ ازاي. تعالوا نجرب ونشوف. اول حاجه انا حطيت في الار نوت 0، طب ما هو 0 اصلا. يعني كده خلي بالك انا عندي البروجرام كاونتر اهو، كان اول انستراكشن كان بزيرو، بعد كده بعد ما تنفذ الموف بيتنفذ في ايه؟ في 2 بايت. يبقى انت عندك هنا موف وداتا. طب لو قلت لك موف ايه وريجستر هتنفذ 1 بايت بس، لو تفتكر كان بيبقى ياخد ايه؟ كان بياخد الاوب كود بتاعه 7 والاوب كود بتاع مين؟ بتاع الريجستر اللي انا هنقل للاكيوميليتور فيه. تمام؟ انا هنقل منه للاكيوميليتور. طيب تعالى نجرب تاني. بعد كده هننفذ الموف ايه وداتا، موف ايه وداتا هيتنفذ في ايه؟ في 2 بايتس. ليه؟ لان انا باصاين الداتا لمين؟ الاكيوميليتور. يبقى انا هنا كده اللي بروجرام كاونتر، بص بروجرام كاونتر بقى بكام؟ بقى ب 3 اصفار 4، اللي هو الاثنين بايتس بتوع الموف الاولاني والاثنين بايتس بتوع الموف الايه؟ الثاني. طيب وخلي بالك القيمه اللي بقت في الاكيوميليتور كام؟ 55 هكس. طيب بعد كده هنفذ بقى مين؟ الجامب. هل الايه، هو بيقول لك جامب اف 0 للنكست، هل الايه في الحاله دي قيمه صفريه؟ لا مش قيمه صفريه، يبقى مش هيجامب، هيوصل لمين؟ للانكريمنت ار نوت. البروجرام كاونتر هنا بقى بكام؟ الجامب كام؟
البروجرام كاونتر قبل تنفيذ الجامب كان ب4، بعد تنفيذ الجامب بقى بكام؟ بقى ب3 صفار 6. يبقى معنى كده ان انا الجامب ده جامب اف 0 نيكست، الامر ده بيتنفذ في كام بايت؟ في 2 بايت. يبقى الادرس بتاعي اتنقل من 4 لكام؟ ل6. طيب الانكريمنت، انكريمنت بيتنفذ في ايه؟ في 1 بايت، بقى كام؟ بقى 7. انكريمنت تاني الايه، خلي بالك بقى كان ب55 بقى ب66 لما نفذ، تمام؟ بقى بكام؟ برقم تاني 57، كان 55 بقى 56 بقى 57، والبروجرام كاونتر بقى بكام؟ بقى ب9. طيب انا هعمل اد، انا كده عملت انكريمنت، نفذت الانكريمنت كام مره؟ 3 مرات، تمام؟ كل مره البروجرام الانستراكشن ده بيتنفذ في 1 بايت، تمام؟ الاد احنا اتفقنا بيتنفذ في كام بايت؟ في 2 بايتس. يبقى انا التسعه دي المفروض لما انا انفذ هيجمع 57 على 77 هكس، واشوف هيحصل كاري ولا لا. المفروض 7 و7 كام؟ 14. 14 احنا عارفين 14 اللي هو كام؟ اللي هو الاي، ما حصلش كاري. و7 و5 12 اللي هو اي بي سي سي اللي ما حصلش كاري، يبقى هو مش هيجامب للاوفر، تمام؟ يبقى انا كده البروجرام كاونتر عندي هنا في الحاله دي بكام؟ اصبح 3 اصفار بي. حصل كاري؟ ما حصلش كاري. جامب اف نو كاري، يبقى لو ما فيش كاري جامب، لو في كاري هيكسر اللوب. يبقى ما حصلش ايه؟ ما حصلش كاري. اهو السي واي بكام؟ بزيرو. يبقى هاي جامب لمين؟ للاوفر. احنا كنا بنقول الادرس بتاعنا كان كام؟ جامب اف نو كاري، كان الادرس بتاعنا اللي بعد منه كان ايه؟ 3 اصفار، كان 0 0 5، وهيتجمع على ال3 اصفار دي، وقلنا ده هيوصلنا لكام؟ لزيرو زيرو 12. تعال نشوف كده البروجرام كاونتر بتاعك اهو، 0 2 12. يبقى كده احنا ماشيين ايه؟ ماشيين صح. تعال نشوف بعد كده عمل كبير لمين؟ بعد كده عمل جامب اف نو كاري لاجين، جامب اف نو كاري لاجين، تمام؟ انا البروجرام كاونتر اللي انا واقف عليه كام؟ بروجرام كاونتر 13. احنا اتفقنا ان انا جامب اف نو كاري لاجين هرجع لكام؟ ل3 اصفار 7، عشان ما حصلش مين؟ ما حصلش كاري، ما عنديش كاري. تعال نبص كده، بص هنا البروجرام كاونتر بقى كام؟ 3 اصفار 7. يبقى الكلام ده مطابق للكلام اللي احنا قلناه من الليست فايل. انا اهو انا عندي جامب اف نو كاري اف 2 زائد اللي هو 0 15، قلنا 2 و5 يديك 7، واف 1 15 1 16 يعني 0، وحصل كاري، هنضرب الكاري وهنرجع جامب باكورد لكام؟ ل 3 اصفار 7. لحد كده اظن الايه التمرين مفهوم، يعني بعد كده التنفيذ بقى ايه عادي، يعني كل ده ما فيش فيه مشكله، هيبقى نفس الموضوع بالتكرار، نفس البروسيجر بالظبط. يبقى احنا دلوقتي عرفنا من التمرين ده ازاي بحسب الادرس بتاع الكونديشنال جامب او الشورت جامب. باجي اعمل ايه؟ بشوف الادرس اللي بعد الاوبكود. انا مثلا عندي هنا جامب ده، بشوف الادرس اللي بعد الاوبكود، واجمع البايت ده على البايت بتاع مين؟ على التو بايتس اللي موجودين في الادرس، اللي موجودين في الايه؟ الادرس اللي موجود في البروجرام كاونتر، واجمعه هيديني الايه؟ الادرس اللي انا هجامب ليه. اتمنى يكون الجزء ده مفهوم. تعالوا نشوف بقى تمرين تاني ونشتغله مع بعض. احنا اللي هنشتغله مع بعض بعد كده ازاي ان انا اعمل لوب. بصوا التمرين التاني ده تمرين بسيط قوي، بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان عايز ان انت تعمل لي بروجرام يجمع قيمة 3 على القيمة اللي موجودة في الاكيوميليتور 10 مرات. يبقى طالما هكرر تنفيذ حاجة عدد معين من المرات، يبقى انا في الحالة دي انا لازم هلجأ لمين؟ للوب. لو تفتكروا زمان احنا ايام سي بلس بلس مثلا،
كنا بنقول ايه؟ ان انا عندي كاونتر او عداد سميه اي مثلا، واحط فيه القيمه اللي انا هكرر تنفيذها اللي هي مثلا سي 10، واجي كنت بقول فور اي بتساوي 0 وسيمي كولون اي اقل من 10 وسيمي كولون اي بلس بلس، واحط الجمل اللي انا عايزها جوه مين؟ جوه اللوب. دي الجمل اللي هكرر تنفيذها الايه؟ ال10 مرات. نفس الفكره هنا هعملها بس بالسنتكس بقى بتاع مين؟ بتاع الاسمبلي. يعني ايه؟ يعني انا هروح جاي قايل القيمه اللي انا هكرر تنفيذها اللي هي ال10 مرات دي، ان انا عايز اكرر تنفيذ الجمل بتاعتي 10 مرات، يبقى القيمه دي هحطها في ريجستر. انا ما عنديش هنا غير ريجسترز، يبقى احط القيمه دي اللي هي ال10 في ريجستر، يبقى موف ار 2 وال10. واجي بعد كده اقول له ايه؟ اقول له ايه الجمل اللي انا عايز انفذها جوه اللوب؟ ان انا اجمع على الاكيوميليتور قيمه 3 في كل اتريشن، يبقى خلاص اد ايه وكوما هاش 0 3. يبقى دي الجمله اللي هتحط جوه مين؟ جوه اللوب. باقي بقى تكوين اللوب. انا عندي هنا الفور دي بقدر، اللي كانت في السي بلس بلس بقدر انفذها هنا، بس بنفذها بامر اسمه ايه؟ ديكريمنت جامب اف نوت زيرو. ديكريمنت يعني نقص واحد، وجامب اعمل جامب او اقفز من المكان اللي انت فيه للليبل اللي انت عايز توصل له اللي هو الين ده مثلا، تمام؟ لو القيمه بتاعت الريجستر دي، محتويات الريجستر دي بقت ايه؟ ما بقتش صفر، يعني اول ما تبقى بصفر اللوب هتنكسر. يبقى انا هاجي على القيمه اللي موجوده في الار 2 اللي هو الريجستر اللي انا كنت ضايف فيه ال 10، واقول له ديكريمنت جامب اف نوت زيرو، يبقى نقص القيمه دي بواحد، يعني 10 بقت 9. هل بتساوي زيرو؟ لا، ما بتساويش زيرو. يبقى اعمل ايه؟ اعمل جامب للليبل اسمه اجين. يبقى انا احط الليبل ده اللي هو اجين ده نقطتين فوق بعض ده في بدايه اللوب، ثم بعد كده اروح جاي رايح جاي كاتب الانستراكشنز بتاعتي كلها اللي انا احطها جوه اللوب، وده كده اللي هو اخر سطر جوه مين؟ جوه اللوب، اللي هو ديكريمنت جامب اف نوت زيرو ار 2 واجين. طيب بعد كده النتيجه اللي هتطلع لي خالص بتاعت الاكتيفيتور ايه؟ هسيبها في ريجستر او سيبها في الميموري زي ما انا عايز. طيب تعالوا بقى نطبق عملي ونشوف الكلام ده على مين؟ على التايتل. دلوقتي احنا هنكتب بقى البروجرام بتاعنا ونطبقه ونشوفه. احنا قلنا البروجرام بتاعنا اللي هو اورجن 0x، يبقى ده بدايه الادرس بتاعي بتاع البروجرام بتاعي. وقلنا ان انا عندي هعمل كاونتر، الكاونتر ده هحطه مثلا سي اي ريجستر، سي ان احنا هنستخدم مثلا ار نوت، واحط فيه القيمه ال10. القيمه 10 دي تمام بعد الهاش، يبقى القيمه دي كده ايه؟ داتا هتخزن في مين؟ في ريجستر. طالما حطيت الهاش، طب لو ما حطيتش الهاش تبقى ميموري ادرس. طيب ناخد بالنا من حاجه، انا هنا ما حطيتش بعد الرقم ده دي معناها ايه؟ ديسمال. ما حطيتش بي اللي هي باينري، ما حطيتش هيكس اللي هو الاتش اللي هو هيكس. يبقى انا طالما ما حطيتش اي حاجه، هو بيفهم ان الديفولت هنا اللي هو مين؟ اللي هو الديسمال اللي هو نظام العشر. طب انا عايز احولها لمين؟ للهكس، يبقى 0A. احنا اتفقنا ان الايه في الهكس ده معناها قيمتها 10 بنظام الايه؟ الديسمال، يبقى الهكس A. تمام؟ طيب بعد كده عشان يبقى المثال واضح قدامنا ان احنا نفذنا اللوب صح، هنصفر الاكيوميليتور. يبقى احنا اتفقنا ان انا هصفر الاكيوميليتور، يا اما اموف الاكيوميليتور قيمه صفر، او ان انا اموف او ان انا اعمل ايه؟ كبير الاكيوميليتور اللي هو سي ال ار. تمام؟ سي ال ار اكيوميليتور. بعد كده ادي اللوب بتاعتنا بدايتها اللي هو اجين، تمام؟ وبعدين بعد كده الامر اللي انا عايز اكرر تنفيذه اللي هو العدد المعين من المرات اللي هو ال10 مرات دول، اللي هو ايه؟ ان انا اجمع على الاكيوميليتور قيمه 3، يبقى اد اكيوميليتور وكوما هاش 0 3. ثم بعد كده ابتدي اعمل اللوب بقى بديكريمنت جامب اف نوت 0، ديكريمنت وجامب اف نوت 0. لو القيمه اللي في الاكتيفيتور دي ما بقتش صفر لسه بتعمل جامب، لو بقت صفر هيكسر ايه؟ اللوب. يبقى مش في الاكتيفيتور بقى،
في الريجستر اللي مكتوب عندي اللي هو مين؟ الار نوت، يبقى هو بيشيك على مين؟ بيشيك على الار نوت. لكن انا لو كتبت ديكريمنت جامب نوت زيرو واجين، يبقى هو هيشيك على مين؟ على الاكتيفيتي. لا انا مش عايز اشيك على الاكتيفيتي، انا عايز اشيك على العداد بتاعي، ان انا بقلل العداد بواحد واشيك عليه. العداد بتاعي اللي موجود فين؟ موجود في ريجستر ار زيرو ار نوت. يبقى انا ديكريمنت وجامب، يبقى قلل القيمه اللي موجوده في الار نوت بواحد، وجامب لو اف نوت زيرو، لو القيمه موجوده في الار نوت ما بتساويش الزيرو، هيجامب لمين؟ للليبل اللي اسمه اجين اللي هو ده. احنا قلنا انا بكتب الليبل ده ازاي؟ بكتب اسم الليبل وكولون او اللي هي نقطتين فوق بعض، وابتدي اكتب الجمل اللي انا عايز انفذها او الانستراكشن عايز انفذها جوه اللوب. يعني ده كده بدايه اللوب وده نهايه اللوب. لو عندي اي امر تاني عايز انفذه جوه اللوب احطه ايه؟ جوه اللوب بتاعي. بعد كده في نهايه اللوب بعد ما تنكسر هياخد القيمه اللي موجوده في الاكيوميليتور، اخزنها في الار واحد او اخزنها في الميموري بتاعتي زي ما انا عايز. طيب احنا اتفقنا اي بروجرام اسمبلي كتبته ببتدي اعمل ايه؟ اول حاجه بعمل ترانسليت، بحوله من الاسمبلي لانجوج للماشين لانجوج، اهو اتحول وقال لي ايه؟ ان هو شايف لي على الاوامر كلها ان زيرو ايرورز وزيرو وورنينجز، فانا ما عنديش مشاكل في البروجرام بتاعي. بعد كده ابتدي اعمل ايه؟ اعمل بيلد زيرو ايرورز وزيرو وورنينجز. بعد كده هروح على الديبج واعمل ستارت ديبج، ستارت البروجرام بتاعي. كده هبتدي انفذ البروجرام بتاعي خطوه بخطوه. ده كده ايه شكل الايه الرام بتاعتي. فانا عملت ريست كده عشان يبقى ايه تنفيذ البروجرام كله مفيش اي قيم متخزنه في الميموري قديمه ابدا. هبتدي اول حاجه انا عندي دلوقتي ناخد بالنا بقى من التفاصيل بتاعتنا. احنا قلنا بدايه البروجرام بتاعي اللي هو ايه اورج او اورجن 0 هيكس. قلنا الاورجن ده والاند دي دايركتيفز ما بتاخدش اوف كودز، يعني اوامر بيستخدمها الاسمبلر فقط، تعرفه ان بدايه الايه الادرس كام والاند ده اللي هو نهايه البروجرام بتاعنا، تمام. لكن دول ما بيرجعوليش اوب كود، فبالتالي مش هياخدوا مين، مش هيتحط لهم مش هتحط الاورجن ده الايه الادرس في البروجرام كاونتر، لان الادرس ده هو هنا الاورجن ده بقول له ايه؟ بقول له ان بدايه البرنامج بتاعك او بدايه التنفيذ بتاعك هيبقى في الادرس اللي هو 4 صفار هكس. فبالتالي عندي هنا البروجرام كاونتر بتاعي هنا كام؟ 4 صفار هكس. طيب لما نيجي ننفذ بقى اف 11، يبقى انا كده نفذت مين؟ نفذت البروجرام الاولاني، عملت موف في الار نود كام؟ 10. ادي الار نود بقى فيها 0 اي، ده الكلام اللي احنا سائلينه من شويه، ان انا هو حول لي بقى ال 10 ديسمال دي لهكس اللي هي كام؟ 0 اي. والبروجرام كاونتر بتاعي بقى كام؟ بقى 3 اصفار 2، يبقى ده الادرس اللي هيروح البروجرام يعمل له ايه؟ يعمل فيتش، اللي هو البروسيسور قصدي يعمل فيتش للانستراكشن اللي جاي. يبقى الانستراكشن اللي جاي موجود في الادرس كام؟ اللي هو 3 اصفار 2 اللي هو موف اي و0. موف اي و0 ده اتفقنا اللي هو بيعمل ايه؟ بيعمل كلير للاكيوميليتور. احنا ليه بقى الادرس بتاعي من 4 اصفار ل 3 اصفار 2؟ لان امر موف بيتنفذ في 2 بايتس. بعد كده يبقى الانستراكشن الجديد اللي هو اسمه اد، ده الادرس بتاعه الجديد اللي هيبقى موجود في البروجرام كاونتر كام؟ 3 اصفار 4. ليه؟ لان موف هنا عشان بقصين في الاكيوميليتور داتا، يبقى بالتالي الموف ده هيتخزن في ايه؟ او هيتنفذ في ايه؟ اكسكيوت في ايه؟ في 2 بايتس. يبقى الامر ده 2 بايتس انستراكشن. يبقى البروجرام كاونتر الجديد كام؟ 3 اصفار 4. هيبتدي هنا اد في الاكيوميليتور احط فيه اول 3. كده الاكيوميليتور بقى فيه كام؟ بقى فيه 0 3. تمام؟ هبتدي اعمل، والبروجرام كاونتر بقى كام؟ 3 اصفار 6. هبتدي اعمل ديكريمنت للار نوت وجامب الاجين. خلي بالك بقى من هنا، انا هنا الايه؟ كان 3 اصفار 6 البروجرام كاونتر. البروجرام كاونتر اللي جاي بقى هيبقى فين؟ هيجامب الاجين. يبقى البروجرام كاونتر الجديد، بص البروجرام كاونتر الجديد بقى كام؟ 3 اصفار 4. تمام؟ يبقى هو جامب الاجين. وناخد بالنا من حاجه، الار نوت بقت بكام؟ الار نوت بقت بايه؟ ب 0.9، يعني قلت واحد. طيب هنفذ بقى بعد كده الاكيوميتور بقى بكام؟ بقى ب6. مش هو كان 3 من شويه؟ اه، ما انا جمعت عليه الثلاثه التانيين. ب 3 و3 بقى كام؟ بقى 6. البروجرام كاونتر الجديد بقى كام؟ 3 اصفار 6 اللي هو بتاع ده. هبتدي اكرر تنفيذ اللوب دي لحد ما ايه؟
ما الار نوت يبقى بصفر. الار نوت بقى بكام؟ بقى ب 8. الاكيوميتر بقى بكام؟ بقى ب 9. ار نوت 7، الاكيوميتر 0 سي 6، الاكيوميتر 0 اف 5، الاكيوميتر 12، الار نوت 0 4، الاكيوميتر 15. ناخد بالنا ان حصل عندك ايه؟ صح، عندك كاري. ال بعد كده الار نوت بقى ب 3، ال اي بقى ب 18، الار نوت بقى ب 2، الاي بقى ب 1 بي، الار نوت بقى ب 1، بقى 1 اي، بقى بايه؟ الار نوت بقى ب 0. كده الايه؟ اللوب عندي انقصت. تمام، يبقى انا الناتج اللي عندي كام؟ 1 اي. طب 1 اي ايه 1 اي ده؟ انا مش المفروض عندي ان انا هجمع 3 واكرر تنفيذ 10 مرات، يعني انا كاني بقول 3 في 10 يبقى الناتج بتاعي 30. 30. طب ال 1 اي ده 30؟ ونشوف. الاي اللي هي كام؟ اللي هي 14، صح كده؟ تعالوا ايه نحسبها في الكالكوليتر. 14 دي يعني كام؟ يعني 8، يبقى في 1 في 8، الخانه 8 اللي هي 2 اس 3، وفي 1 في 4، ما هو 8 و4 ادي كده 12، يبقى ايه؟ 2 اس 2، وفي 1 في الخانه اللي هي 2 اللي هي 2 اس 1، يبقى انا كده هجمع 8 زائد 8 زائد 4 زائد 2، يبقى كده كام؟ ب 14. وعندي ال 1 ده في ايه؟ موجوده في اول ديجيت في مين؟ في البايت اللي بعده، صح؟ في الديجيت اللي بعده، قصدي الديجيت اللي بعده، يبقى ده كده في الخانه الكام؟ اللي هي 2 اس كام؟ اس 4 اللي هي كام؟ 16. يبقى زائد كام؟ زائد 16 هيساوي كام؟ هيساوي 30. يبقى الناتج بتاعنا صح. يبقى احنا كده طبقنا اللوب صح. ولحد كده يا شباب انا خلصت السيشن بتاعتي النهارده. اتمنى ان انتوا يبقى الموضوع بقى واضح قدامكم منكم. احنا في كل بروجرام بنكتبه بنركز على حاجات معينه. البروجرام بتاعي ده انا ركزت معاك ازاي اكتب اللوب، ازاي استخدم اللوب، ازاي البروجرام كاونتر بتاعي بيتغير، ازاي الكاونتر بتاعي القيمه اللي موجوده في الريجستر اللي انا مستخدمه ككاونتر ده بيتغير. اتمنى ان انت تطبق بايديك، ونشوفكم ان شاء الله في السيشن الجاي على خير، والسلام عليكم.